كل واحد ما ينجيش لوحده ورايحين اه رايحين فين معرض الكتاب لكن ينقلوا ايه ما فيش دماغ اصلا بس انا ملاحظ ان في ناس اكتر جايه ايوه يا ما ينفعش ايوه جايين يعملوا ايه انا مش عارف بس في ناس كتير جايين يعني يتصاحبوا بتاع مش عارف بس هي القعدة حلوة هنا في فقرات وفي بتاع وفي والكتب رخيصة انا اتفاجئت الصراحة يعني كتب بخمسة جنيه واتنين جنيه بس سؤالي لحضرتك هي الشنط دي كلها كتب؟ دي كلها كتب؟ طب افتحها لو سمحت دي شنطتي ودي شنطتي مين مين شنطة مين؟ دي شنطتي ماشي اللهم صل على النبي كل دي كتب؟ تمام والله اول مره تيجي فيها معرض الكتاب صراحه اتمنى كنت تخين قوي فما كنتش بقدر اتحرك كتير فكانت تبقى اول مره السنه دي لا لا ان شاء الله هيقرا 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 يعني بس هو سؤال لحضرتك الشنطه دي كلها كتب ايوه والله كلها كتب والكرتونه دي كلها كتب كتب ايوه والاكياس دي كلها كتب انت حضرتك اشتريت ده كله لوحدك؟ لا احنا مجموعه انتوا المجموعه يعني انا واصحابي طب تقريبا تكلفه الكتب دي كلها قد ايه؟ لا كتير مين تحسدونا لا يا عم ما بنحسدش احنا بنوصل معلومه لا الا كتير ما شاء الله ممكن 5000 حاجه كده 4000 والله برافو كم ايه 4000 و5000 ممكن تقريبا الحدود دي حوالي 5000 يا رب ممكن اكتر كمان هو انت حضرتك اللي دافع الفلوس دي كلها؟ بالظبط في شنطة واحدة منهم حوالي 1000 وشوية شنطة واحدة بس فيها مراجع كده على المية بسم الله ما شاء الله تقول ايه حضرتك للناس اللي بتشتري كتب وما بتقراهاش؟ طول ما اشتريش حاجة ما تشتروهاش سيبوها لغيركم يستفيدوا بيها انت جاي معرض الكتاب لوحدك؟ أول مرة تيجي معرض الكتاب؟ أول مرة عايز الله أقرأ الكتب كلها الأشياء كتب ميكي وسوبرمان ميكي وسوبرمان لما شفت الشباب كده اتفائلت خير ان احنا نقرا لشباب زينا استاذ فرماوي مدير تسويق مكتبات الشروق بعته بكام السنه دي في المعرض يا راجل ده سؤال حد يقول كده بعد اذنك يعني لا هموت واعرف الرقم اسرار يا ريس دكتوره رحاب انا عرفت دلوقتي من مدير تسويق مكتبه الشروق ان كتاب حضرتك هو الاعلى مبيعا في معرض الكتاب الحمد لله الاول ايه هو بقى كتاب حضرتك هو كتاب اسمه الغطا والحله هل في علاقه بين اسم حضرتك الحسن البخاري والامام البخاري رحمه الله عليه يا ريت والله بس انا والدي على طول اسمه البخاري بس للاسف ما اتشرفتش مفيش اي علاقه يعني.